شكل نصر أكتوبر عام 1973 نقطة تحول حاسمة، وكان ملحمة تاريخية غيرت الواقع وشكلت المستقبل. ملحمة جسدت قدرة المصريين على استقراء الواقع والرؤية طويلة الأجل، والتي تأسست على قدرة الدولة على استشراف المستقبل والاستناد إلى شرعية الحرب من أجل السلام. بعد انتصار الجيش المصري وإسقاط أسطورة إسرائيل التي لا تقهر، واصلت الدبلوماسية المصرية المعركة بالأمم المتحدة وكذلك مع وسائل الإعلام الأمريكية بانتقاد انحياز الولايات المتحدة ومساندتها للاحتلال، وبإبراز أن غرض مصر هو تحرير الأرض. الدبلوماسية المصرية العريقة لعبت دوراً مهماً في مرحلة ما بعد إسكات البنادق، حيث تم الإعداد للزيارة التاريخية للرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى القدس في نوفمبر 1977، في خطوة مبهرة أدت إلى كسر الجمود في الموقف الإسرائيلي، وترتب عليها انسحاب إسرائيل لاحقاً بموجب اتفاقية السلام في مارس 1979. وفي المفاوضات قام الدبلوماسي المصري بدور بطولي حينما خاض مفاوضات شاقة مع المفاوض الإسرائيلي، حتى تحقق الهدف المنشود باستعادة آخر شبر من أرض سيناء ورفع العلم المصري على طابة، حيث شاركت في المفاوضات نخبة من كفاءات دبلوماسية وقانونية وتاريخية وعسكرية لإثبات أحقية مصر في أرضها. مثل نصر أكتوبر نموذجاً لاستشراف الدولة للمستقبل، حيث رسم الطريق للأجيال المتعاقبة لتسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في وطن تسود فيه قيم الكرامة والانتماء.